150 جنيه 150 جنيه طقم على بعضه ولا كل قطعه؟ طقم. واو، شايفين شايفين بقى الحاجات، البلوزات والبيك سايز والطويل والمحجبات. شوشو ظبطتنا ماشي. فينك من بدري يا شوشو؟ يا باشا ما بقولش حاجه، بس انت معايا اهو برده. يلا تمام. جميله برده الاسود دي وعكسها. اه ده ميني دريس كده، موجود منه الاوف وايت والابيض والاسود، والاسود كمان ينفع في كاتب الكتاب، ينفع في الحفلات بتاعه المدارس، تحفه. ده جميل برده، ده طويل وخامته حلوه ومقاسه حلو. ده ميدي كده زي بلوزه ميدي، حلوه قوي. واو دي خطيره. بصوا شيماء دخلنا بالجديد، بصوا الدريسات مبهجه ازاي، تحفه. جميل ده ما شاء الله. ده بقى طبعا دي بقى العجينه طويل وقصير، شايفين الوان الدريسات. تمام دي العجينه بقى داخله معانا، ده من العرض الخمسه 150. قسما بالله العظيم ثلاثه، مش هقول لك مش ثمنها في الوقت اللي احنا فيه طبعا. بصوا ده حلو قوي ما شاء الله، ده جلد في كارو كده. مساء الخير، ازيك يا استاذ ماجد؟ الحمد لله تمام، منور الدنيا. احنا النهارده عندنا عروض وعندنا شغل حلو، وزي ما احنا متعودين هنقول لكم الف مبروك على الترم. ايوه الذهبي، الله يبارك فيك، الله يخليك يا استاذ ماجد، تسلم. انا عرفت زي المتابعين يعني الحمد لله. انا جيت قفشت اقول له ما لقيش رساله على الواتس تقول لي الف مبروك، ده انا حطاها في كل حته، على الانستا وعلى الفيس وعلى اليوتيوب والحاله على الواتس. عملي كنت اقولها قدام الناس كلها عشان الناس تعرف، والناس زي ما انا بقول لك الناس برضو. لا ما انا ما سكتش، انا عرفت كل الناس. طيب الحمد لله. شغاله ايه؟ تغيير الصوره الشخصيه وقصه وكله. يا رب يكونوا 100 مليون مش مليون بس. امين يا رب، ومع بعض برضو باذن الله. طبعا. النهارده احنا في اركيديا مول. تمام. محل ستيفانو. الدور الثاني مفيش عرض يوم جمعه. في حاجه كل يوم. كل يوم. ايوه كده. تمام. لحد نفاد الكميه. لحد نفاد الكميه. وممكن بين يوم والتاني الصفر يتشال. تمام يعني ده متوقع. يعني خلاص احنا كل سنه ده متوقع. الدنيا انا بستلم بضاعه جديده فبفرش. انا بنبذ على الجديد اصلا، في ناس شتت خلاص، فهتلاقوا الصيفي واحده واحده كده بيبدا يختفي من ايدينا. يعني هو كده كده الصيفي مش هرفعه، يوم ارفعه هحطه في محل تاني. ان الصيفي بس هيبقى بسعر تاني. اكيد اللي هيتبقى منه. ايوه اللي هيتبقى بسعر تاني. تمام. النهارده عامل عرض هقول لك عليه بعدين. هتقول لي عليه بعدين، امال احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك العرض دوت عشان في عرض تاني. العرض دوت اللي هو القطعه ب 100 جنيه. تمام، القطعه دي هنا ب 100 جنيه من الشغل اللي على اليمين والشمال اللي داخل فيه البناطيل والتيشيرتات وبناطيل الوان. تمام، والتونيكات اللي هي زي كده. اي قطعه فيه ب 100 والقد ايه بكام؟ وال10 ب 750. 750 يعني القطعه؟ ب 75. 75 حلو قوي. طبعا هم ايه موديلات، مش موديل واحد. بصوا حلو برده، ده طويل ما شاء الله. الطويل قوي ده، ده موديلات والوان. موديلات والوان. تمام، والبناطيل بقى زي بصوا ده موديل اهو. تمام، ده موديل تاني مع انه نفس اللون عشان تبقى كده. اللي ورا ده زي الاولاني. بصوا بقى الوان البناطيل ايه داخل فيها، حاجات جبردين وحاجات خفيفه شويه، ده كده موديل تالت كمان. كل دول بقى ما شاء الله هتلاقوا الوانهم برده موجوده، البناطيل الساده والبناطيل المنقوشه، وهتلاقوا فيه برده برموده، وهتلاقوا فيه البنطاكور، هتلاقوا حاجات قمر. اتفضل. فرنساوي تركي وفرنساوي. تمام. ايوه استاذ ماجد بيطلع لنا اهو. حلو قوي الحاجات دي في الصيف يا جماعه، والسفر والمصايف بقى عليها سويت شارت او تي شارت كده، حاجه صيفي قمر. بصوا نزل ايه؟ اقل بنطلون كام؟ 650. الخامتهم حلوه قوي على فكره. مفيش والله خامتهم جميله. ده كل ده فرنساوي. وفي حاجات هنا بتتلبس دبل فيس، انا طبعا بحب البنطلون ده قوي قوي قوي. جميل. انا اخدت منه لولادي على فكره، حلو قوي. وبص ده برده. ده فرنساوي. جميل. دبل فيس تمام. الدبل فيس ده خطير. البسيك كده البسيك كده ما يقولش لا، حلو قوي. قطعه ب 100 جنيه. ولا الناحيه الثانيه؟ ولا 10؟ وال 10 ب 750. ال 10 ب 750 يعني القطعه ب 250 ب 75. يوميا. ابتداء ما ينزل الفيديو. تمام. يعني الفيديو نزل العرض شغال. على طول. تمام. بص بقى ده معانا برده ضمن تكمله العرض بتاعنا، الاشكال اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي. سريعا كده وريني موديلات ثانيه. اشكال كتير كتير كتير، واحنا شفنا استاذ ماجد ادانا فكره في البناطيل والتونيكات اللي هناك، وبرده هنا اهو. بص ده طويل ما شاء الله. 100 وال10 ب 750 جنيه. تمام ما شاء الله. ابتداء من ما ينزل الفيديو لحد نفاذ الكميه ان شاء الله. حتى نفاذ الكميه، بص ده فيه تونيكات ومقاساتها حلوه. واو حلو الاخضر ده، ينفع سواري قوي. بسم الله ما شاء الله. طبعا استاذ ماجد احنا في مول اركيديا. مول اركيديا بعد الاذاعه والتلفزيون. اقرب حد متر لينا هتبقى رمسيس. ده ب 75 داخل العرض. لوحده بكم قلنا؟ 100 جنيه. ب 100 جنيه. تمام. رمسيس او التحرير. رمسيس او التحرير. تمام. وفي دلوقتي ماسبيرو جديد.
وفي انا باجي دلوقتي بركب المترو وبنزل بنزل ماسبيرو وبطلع على الشارع اخد تاكسي لهنا. التحرير افضل عشان كورنيش على طول. كورنيش على طول بس انا بمشي حته برضو بتمشى يعني بنمشي كده في الوكاله شويه. بس دي حلوه قوي بالوانه ده موجود ها حلو قوي ب 100 واخدتي 10 75 في اي حاجه من اللي احنا بنشوفها تقدري توفقي اطقم على بعضها على فكره. حاجه ثانيه عشان بعد كده نشوف العرض الثاني. تمام ده احنا هنتفرج عليه ده بالقطار. اه ده الاول بس الاول يعني ده احنا برده دول انا بحبهم دول مطيل فسكوس ده ب 100 اه 10 750 اشكاله كتير برده وفي منه الوان واشكال اهو بصوا هنا كل ده كده ودي كمان طبعا معانا ده من العرض اللي ب 100 والقطعه 750 القطعه 75 دخل عرض ال 10 قطع تمام. بصوا بقى الحاجات دي ده القطعه هنا ب 250 القطعه 250 اه ورينا كده بسم الله ما شاء الله تمام. نفس الموديل على الوان كتير بقى أوه. تمام ما شاء الله حلو المنت ده قوي ما شاء الله اه دول كده موديلين مختلفين اه تمام جميل جميل عجبني قوي اه ليه شدات كده تحفه وطوله مناسب جدا للمحجبات على فكره. الحاجات الجينز بقى دي خطيره وحلوه في الشتاء على فكره قوي. بصوا على الدريس بقى على بنطلون ده واسع ده بيك سايز حلو قوي بسم الله ما شاء الله. يعني احنا عندنا احنا قلنا قطعه من دول بكام؟ 250 حلو قوي حلو قوي وفيهم موديلات كتير يعني موديلات واختلاف درجات كمان لو انت حابه تظبطي الدنيا مع بنطلون معاكي كده. بصوا الاستاذ ماجد بيجيبه ده شداد وجينز يشبه اللي احنا شفناه التاني بس ده على جينز حلو قوي جميل ده. عندنا كمان درجات للجراي بصوا ده حلو برده جميل يا استاذ ماجد 250 ان شاء الله حلو قوي. واللي فوق دول معانا برده بصوا ده لون جميل قوي تمام بصوا كده جميل حلو قوي الحاجات دي تمام. كل الشغل اللي فوق ده معانا ده كده بالقطعة ده الكم الواسع طبعا ده الكم الواسع اللي كسر كده ده خطير في اللبس عايزه اقول لكم حلو قوي. والشتا جاي والحاجات دي هتبقى حلوه قوي معاكي. لبس الشتا احنا عارفين اهو بيبقى شياكه شياكه شايفين دي تحفه دي حلوه قوي. يعني بص هو انت بتبين لنا ايه وضوح اللون اللون ده جميل جدا ان شاء الله. اه ده خامته ايه؟ جبردين؟ جبردين ده خفيف تمام ماشي؟ اه تمام حلو قوي برضو الوانه جميله يا استاذ ماجد. اه تمام بصوا برضو ده شيك قوي ده انا بحبه قوي 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 ده اللي هو ب 250 اه كل الشغل اللي احنا شفناه في الاستاند ده كده فوق وتحت 250. طب ده بقى اللي هو عندي حاجه ثانيه لو القطعه برضو القطعه هنا 350 جنيه سواء اه هو معلق اسعار للناس اللي هتيجي حتى هيبقى عارف سعر موحد 350 تمام. بصوا بقى هتلاقوا حاجات جميله جميله اه جميله للمحجبات حلو قوي بسم الله ما شاء الله. عندنا منه الوان بالظبط كده بصوا اللون اللي احنا شفناهم وده اللون التالت بتاعه هو تلات الوان تمام 350 اي قطعه في دول اه وده تلات الوان وده اهو معانا ده جميل ده انا بحبه قوي ده اه ده برده معانا 350 ده اللون التالت بتاعه ما شاء الله جميل ما شاء الله. خطير ده حلو قوي ومقاسه حلو 350 والوانه كمان شياكه يعني الالوان المترقعه بتاعتنا بتاعت الصيفي داخله معانا كمان في الشتاء. بصوا الالوان واو الابيض خطير حلو قوي تمام. شايفين الالوان وبيتشمر بقى وكده يعني يمشي معاكي في الوقت اللي بين الشتاء والصيف او الصيف والشتاء وفي نفس الوقت يمشي معاكي في اول الشتاء شويه حلو قوي. طوله حلو ومقاساته حلوه الموديل كمان شيك قوي اه جاهزه؟ جاهزه العرض اللي احنا هنتكلم عليه اتفضل قبل ما نقول العرض اقول لك حاجه عشان بعد كده ايه ما طلعتش ايه القطعه ب 250 برده بالقطعه؟ اه تمام ووتر بروف ومبطن يا جماعه اه ثواني مبطن فروه اهو شايفين ما شاء الله تحفه. عندنا منه الوان وموديلات برده اي قطعه على الستاندين دول اللي في اخر المحل على ايديكم الشمال بصوا ما شاء الله تمام
شايفين ده حاجات ووتر بروف بقى، وبرده متبطنه من جوه فرو. تمام يا استاذ ميك، تمام. ده تمشي قوي. 250 جنيه تمام. بس ده جميل، ده حلو قوي ده يا استاذ ميك، ما شاء الله. عايزه اوريه لهم بس كده، اهو ظهر. تمام ما شاء الله. بص برده هنا تمام. الحاجات التايجر دي شيك قوي مع بنطلون كده هافون او اسود لو هو فيه اسود، يبقى حلو قوي. حاجات الجلد بقى في مهير جامده جدا، موديلات كتير منها. 250 اي حاجه من اللي احنا بنشوفهم دلوقتي. تمام. ده برده متبطن من جوه فرو، والخامه اللي بره خفيفه شويه مش ووتر بروف. تمام كده. اه خلاص خلاص كده خلصنا دي. خلاص ماشي انا جاهزه بقى. كده بقى اللي احنا هنتفرج عليه بعد كده. ايوه ده عرض واحد، يعني باقي المحل كله عرض واحد. تمام. الخمسه 750. خمسة 750. الخمسة دول هيبقى اي خمسة يعجبوك ب 750، سواء شتوي بقى شتوي سواء شتوي او صيفي او شتوي وصيفي. بعيد عن الشغل اللي احنا قلنا عليه فرض فرضانيات، وبعيد عن العرض اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. اي حاجة من اللي هنشوفها دلوقتي موجودة في المحل. خمسة ب 750. القطعة تبقى بكام؟ 150. 150 تمام. حلو الكلام؟ اه. عامل عرض تاني 15 قطعة. 15 قطعة اه. واللاين والطباق كده. تمام. 15 قطعة هيبقوا بكام؟ هيبقوا ب 2000 جنيه. ب 2000 جنيه. الناس اللي يقولوا يا شيماء احنا مش عايزين العرض ده كله، واحنا انا عايزة اقول لكم، انت لو جيتي مسكتي الحاجة وشفتيها، والله العظيم انا بلف من كام يوم اشوف لبس للولاد عندي، لقيت الاسعار فعلا في حتة تانية. فالاسعار هنا غير. اه يمكن ناخد كمية شوية، انا هيجي انا وصاحبتي، يمكن انت هتلاقي حد معاكي تقاسمي معايا العرض بتاعك، لكن هتعرفي في الاخر تاخدي حاجة بسعر حلو وخامة كويسة. ال 15 ده بيبقى صيفي بس. اه. كل اللي احنا فيه ده. تمام. كل الشغل ده كده هو بقى يطلع لي اول ما تدخل طلع من طلع لنا من ده. ماشي. كل هنتفرج عليه ده اللي هو 5 750. اه كل حاجه موجوده في المكان. حلو قوي اللي على الشمال ده. تمام. وزي ما قلت العرض من ساعه ما ينزل الفيديو العرض شغال يوميا. تمام. من 10:30 لحد 10 بالليل. سيبك انت يا استاذ ماجد برضو احنا كده كستات، يعني لما بندخل في موضوع تلاقيه بيحلى. بص شوشو اول ما دخلت والله تحس ان في باور كده جه في الفيديو. صح؟ تحفه والله ما شاء الله. مش عارفه استاذ ماجد حاطط نقره من نقرها ليه. جميل قوي ده ما شاء الله. اتفضل يا استاذ ماجد. العرض من يوم ما ينزل الفيديو. ايوه. مش جمعه ولا سبت. العرض من ساعه ما ينزل الفيديو لحد نفاد الكميه، او لحد ما افكر ارفع الشفر، لغايه ما يفكر يشيل الصيفي. اوكي. لغايه ما ننزل الفيديو جديد حتى. لان قسما بالله الصيفي عمال يغلى حتى يعني. ده معانا فعلا. بصوا بقى انا بحب الحاجات دي قوي. 150 جنيه. 150 جنيه طقم على بعضه ولا كل قطعه؟ واو. شايفين؟ شايفين بقى الحاجات البلوزات والبيك سايز والطويل والمحجبات؟ شوشو ظبطتنا. ماشي. فينك من بدري يا شوشو؟ يا باشا ما بقولش حاجه بس انت معايا اهو برضو. يلا. تمام. جميله برضو الاسود دي وعكسها. اه. اللون وعكسه حلو قوي. ها هتورينا ايه يا معاك؟ طبعا. بص بقى الدريسات دي جميله، داخله معانا ضمن العرض. الخمسه ب 750 وال 15 ب 2000 جنيه. تمام. الخمسه خديهم صيفي وشتوي. تمام. انما ال 15 خديهم صيفي. خديهم شتوي. تمام. يعني حتى لو عزام خمسه هو برده في تشكيل في الصيفي كتير عشان الناس يقولوا هو في ايه صيفي. 15 ما يخشش فيهم الشتوي. تمام. عليه شوشو. بصوا ده انا بموت فيه، ده حلو قوي. اه ده ميني دريس كده موجود منه الاوف وايت والابيض والاسود كمان، ينفع في كتب الكتاب، ينفع في الحفلات بتاعه المدارس، تحفه. ده جميل برده، ده طويل وخامته حلوه ومقاسه حلو. ده ميدي كده زي بلوزه ميدي، حلو قوي. واو دي خطيره، حلو جدا بسم الله ما شاء الله. بص بقى حلو قوي اللي على الوش الاحمر في اسود دي، والتايجر برده حلوه. تمام. ده جميل قوي على بنطلون جينز كده قمر، والبيضه دي جميله بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى شغل القطيفه هنا برضو، كل الشغل ده حلو قوي قوي معاكي ما شاء الله. احنا بنحاول نعرض لكم على قد ما نقدر في الفيديو علشان تعرفوا ايه المستوى الشغل اللي موجود في المكان. وطبعا استاذ ماجد يعني انتوا عارفين بيختار الشغل بتاعه ازاي، ودايما دايما بتلاقي قطع مميزه عند استاذ ماجد. بس الشغل ده الحاجات اللي عليه دي هاند ميد على فكره. اه ده ال في كده. تمام. بص برضه دي بيك سايز حلو قوي. تمام ما شاء الله، حلوه دي قوي برضه، وده شكل جميل قوي. الحاجات دي بقى جوخ في قلب العرض 150 جنيه. في قلب العرض 150 جنيه. تمام. يعني الخمسه ب 750. بصوا
جواكت بقى على بناطيل، على فكره بيضافوا والله جدا، بس عايزه محير. البناطيل الجينز داخله معانا، هناك البناطيل الخفيفه شويه، هنا معانا الجينز والجبردين كمان التقيل بكل الالوان بتاعتهم، البيج والمنت والاسود، ودرجات الجينز كلها بكل المقاسات يا استاذ ماجد، صح؟ لسه بيك سايز موجود معانا؟ خلص ما شاء الله. بصوا ده برضو حاجات زي ميني دراس كده او ميدي، حلو ده قوي ما شاء الله. تمام، تمام. بصوا ده برضو حلوين السويتشيرتات طويله دي، جميله. تمام، اشكال فيها بقى يعني استاذ ماجد بيطلع لنا جزء من الشغل، لكن عايز اقول لكم ما شاء الله الاستاند كله مليان، والاستاند اللي وراه برضو مليان. دول سويتشيرتات حاجه ثانيه. اي واحد فيهم ب 150؟ 150 في العرض كله. تمام، يعني الخمسه ب 750. كل الجنب ده؟ اه. العرض الجنب ده؟ كل الشغل ده كده؟ الخمسه ب 750. اه. وال 15 ب 2000. ال 15 ب 2000، تمام. اه. نشوف بقى حاجه الناحيه الثانيه. يلا. اه. حلوين طبعا الحاجات دي حلوه، كل الوانها موجوده بكل الموديلات بتاعتها. انتوا واخدين بالكم في حاجه ليها كده تطريزه صغننه على جنب؟ اه. وزراير وحاجه من النص ويقا والكلام ده كله بكل الالوان. بص برده هنا سبعه وزراير، ده تحفه قوي، ده بيتلبس اصلا لوحده، وفي ناس يلبسوه مفتوح، ده خطير في اللبس. في برده بالظبط كده، في الطويل بتاعه اهو، شايفين طويل وقصير وكل حاجه موجود منها الوان. هو ده ايه؟ ده مش الخامه العجينه، ده حاجه ثانيه. بس برده ده فتلته حلوه، يدفي برده. تمام اهو شايفين. لا طلع ناحيه الشغل ده تحفه، ده تحفه، حلو قوي. اه تمام، شايفين اسود بني، داخل فيهم الخامه المهير برده موجوده معانا. تمام، تشكيله كبيره فيهم بقى جيبات وشورت، وجيبات عند الركبه وتحت الركبه وفوق الركبه. تمام، حلو قوي الالوان دي، ده خطير بقى. البسي تحت كده بنطلون كده، ويعني هتلاقي الشيكه كلها ما شاء الله. حلو، في منه جيب، وفي منه هناك الناحيه الثانيه شفنا اللي هم الجواكت بتاعته. بصي بقى طريق، وفي بقى بصوا شيماء داخله لنا بالجديد. بصوا الدريسات بوبهجه ازاي، تحفه، جميل ده ما شاء الله. ده بقى طبعا دي بقى العجينه طويل وقصير، شايفين الوان الدريسات. تمام، دي العجينه بقى داخله معانا، ده من العرض الخمسه. طلع الشيماء الاول، دول الشيتو الاول. بصوا بقى الحاجات دي حلوه ومقاساتها حلوه قوي. طلع الشيتو البناطيل والفستيك. تمام ما شاء الله، تسلم ايدك، حلوه السوده دي قوي ما شاء الله. تمام ما شاء الله، دي حلوه ولونها خطير، بسم الله ما شاء الله. تمام، عايزه اقول لكم انت لما تيجي هتلاقي تشكيل كبير، احنا بنحاول نصور لك جزء، مش بصوا حد بياخد من هنا حد بياخد من هنا حد بياخد من هنا، لكن استحاله نصور لك كل الشغل. انت بتيجي بتلاقي شغل ما شاء الله، الله اكبر، كتير جدا بالظبط، مش بننقي والله. يمكن الحاجه اللي بننقيها اللون، احنا بنحط ايدينا على لون يكون مختلف. يعني بصوا ده كده، ده تحفه برده ما شاء الله. وبصوا دول كمان، ده واخد تدريج الوان كده قمر كده 150، قسما بالله العظيم تلاته، مش هقول لك مش ثمنها في الوقت اللي احنا فيه طبعا. بصوا ده حلو قوي ما شاء الله، ده جلد في كارو كده. بصوا الالوان، تمام شايفين الدلع، الحاجات دي عشان اروح اجيبها دلوقتي، محير وجميله. جميله. بصوا بقى حلو قوي اللي على الوش دي ما شاء الله. بصوا دي بلوزات بقى شكلها شيك قوي برده، بسم الله ما شاء الله. العرض ان شاء الله ينزل اول ما تشوف الفيديو ان شاء الله. تمام ان شاء الله. تمام، بصوا بقى ميني دريس كده جلد ميدي، والدريس ده قطيفه شمواه، في مش عارفه الخامه دي اسمها ايه، عامله زي الوتر، لا قطيفه، حلو قوي. في اللي هو في الجلد طبعا، في جلد لامع وفي جلد مات اهو برده موجود معانا. الوش هو كده، والظهر الخامه اللي هي الليكرا دي، شايفين بقى موديلات كتير جدا فيها. بصوا هنا الخامه البرش دي، ده جلد اللي تحت، خامه عامله زي الجلد كده، حلو قوي ما شاء الله، جميل قوي اللي عجبني بصراحه. وده جميل، كلهم خامه براش على فكره، وداخل فيها الخامه اللي عامله زي الجلد دي. بصوا ده دريس ميدي كده تايجر، جميل جدا، وخامته على فكره حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. تمام، بصوا بقى هنا ده بينك ومستارده، كل دي دريسات يا جماعه، كل دي دريسات، هتلاقوا كمان فيها بلوزات، هتلاقوا في بليزرات الناحيه الثانيه، احنا مشينا سريعا من عليها ما لحقناش ناخد منها حاجه، يمكن خدنا منها موديل او اتنين. المكان مليان، حتى شيميزات اهو هو جايبها، بلوزات شيميزات تونيكات، في اللبس الشتوي. تمام، في اللبس الشتوي هتلاقي برده تشكيله رهيبه فيه، حتى في الجيب الجلد موجود معانا تشكيل رهيب جدا، جيب وشورت هوت شورت، وموجود معانا في البناطيل دبل فيس وبناطيل عاديه وباجي وشغل عظمه. بصوا بقى كمان كارديجان تشكيله تحفه فيه برده،
ما شاء الله تحفه، وشغل بليسيه وشغل الفتله الطايره ده برده جميل قوي بالوانه كلها. تمام بسم الله ما شاء الله. بص برده كده دول حلوين جدا. احنا دلوقتي في عرض الخمسه ب 750 750 وال 15 اه ب 2000 جنيه وال 15 ب 2000. الخمسه ب 750 وال 15 ب 2000. 15 القطعه تبقى اقل من 150 جنيه، حوالي 130 جنيه. تمام. بص ايوه البليزرات دي تحفه. اه دي تحفه. بص انا هلف مصر كلها. اه لف مصر كلها قسما بالله. مش هتلاقي الاسعار دي في الشغل ده، ولا هتلاقي الحاجه دي، ولا هتلاقي الشعبي. يعني الشعبي اغلى الشعب. تمام. يعني الشعبي اغلى من الاسعار اللي انا بتكلم فيها دي. اه احنا بنتكلم في القطعه يعني تقريبا في عرض العرض ده في حوالي 130 جنيه. مش تمام. بص بص على الشتوي لحد ما يكمل. تمام اوكي. هو شتوي جديد. اه العرض ده هو تاني. ابتداء من اول ما تشوف الفيديو العرض سيري. اوكي. من 10:30 الصبح لحد 10 بالليل ان شاء الله يوميا. تمام. مفيش خميس ومفيش جمعه ومفيش سبت الاسبوع كله لحد نفاد الكميه، عشان بين اليوم والتاني الشتوي الجديد هيكون موجود ان شاء الله. تمام ان شاء الله. نبذه عن الشتوي الجديد. نبذه عن الشتوي الجديد لسه ما اتسعرش. لا لسه. تمام. عشان بساله على سعر حاجه هنا راح لي لسه والله ما سعرش. ان شاء الله هيكون في شتوي كتير جدا. تمام. وتركي. اه بصوا خلينا كده عشان انا ايه اول ما دخلت سالته قال لي الاسعار لسه. بصوا كده ده مثلا ده عجبني قوي، شايفين مقاسه على فكره حلو ويلبسني والله ما شاء الله. أنا حلو أنا جدا ده خطير. اه انا لسه ما سعرتش. ماشي ده فري سايز اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. ده فري سايز بس شوف ال شايفين الالوان ازاي، وانا اقلم بره كده كده اكيد. يعني انا كده كده اقلم السوق الوان. طيب بصوا ده بقى خامته يعني صوف وعلى فوطه. ما مش عارفه ازاي صوف على فوطه، مش قادره اوصفها لكم. بصوا الرقبه بتاعته فوق حلو قوي، حاجه محترمه جدا. تحس ده هو، لكن تحس ده هو كمان عامل دي على بطني كمان من جوه. ايوه انا مش عارفه. انا سالته قلت له هو خامته ايه. هو عجبني يعني. بصوا من جوه عامل ازاي حلو قوي. ده كده في منه الوان. استاذ ماجد عارض عينات عشان بيعرض الشغل الشتوي لسه ما سعروش. بصوا مثلا ده انا يعني شايفاه بارقام غريبه بجد، الوانه كلها حلوه. بصوا اللون المستهدف ده قمر. بسم الله ما شاء الله جميل. تسلم ايدك يا استاذ ماجد. بس برضو حاجات زي كده كل حاجه موجود منها لونين ثلاثه مؤقتا لغايه ما نجيب كل الشغل كده بكل التفاصيل بتاعتنا. بصوا برضو الريليس ثلاث زراير من قدام ده خطير. بصوا الجينز بقى ده خطير يا استاذ ماجد، ده كمان مقاساته حلوه ما شاء الله، ده خطير حلو قوي. بصوا اللي جنبه ده كمان مطرقع قوي. واو ده تحفه حلو قوي ده جميل جميل. يعني انا والله كان نفسي اعرف الاسعار، بس ان شاء الله اول ما هنعرفها هصورها على طول. اول استاذ ماجد يحدد اسعاره هنزل لكم بالاسعار. تعرفيني يعني في الحاجات دي بالذات لازم اعرف الاسعار واجيب تفاصيلها. بصوا برده ده عندنا الوان بقى، عندنا منه الاسود وعندنا البيج اللي موجود قدامنا ده، والجواكت الجينز موجوده معانا. بصوا بقى ايه ده البلاطي بقى. اه البلطو. لا انا جايب بلاطي ريتش كده. اه يعني فرنساوي كمان مش تركي بس. تمام. تمام. بلاطي وجواكت. بصوا الحاجات اللي بتلبس تحتيها شميزات برده استاذ ماجد جايبها لنا بشكل حلو قوي، وبالوان بالوان يعني بجد دلع السنين. يعني النهارده عند استاذ ماجد البلطو، انا بحب البلطو جدا. بصوا يا جماعه من غير ما افتح هو مش فرو من جوه استاذ ماجد. ده ايه ده؟ ده قطيفه، ده قطيفه عاليه يعني القطيفه. بصوا القطيفه العاليه انا مش عارفه اقول لك ايه يعني بصراحه. جاكيت ده محترم جدا، موجود منه البيج مش الاوف وايت، البيج والمنت والاسود. خطير خطير، موديل محترم جدا، تشكيلة عظمه برده. ده كمان مقاسه حلو قوي على فكره يا ما شاء الله. وده خطير جداً. انا اسفه. بصوا ده كده برده ده خطير ما شاء الله. الحاجات الكارو دي برده دي خطيره قوي. بصوا الخامه، الخامه الله اكبر استاذ ماجد، الخامه عظمه. ده ظهره عليه شغل ما شاء الله. هو عجبني من غير حاجه كمان بتوريني ظهره يعني. وبعدين يعني ده خامته خطيره، ده حلو قوي. اه مسكته جميل ما شاء الله. وبرده كل حاجه بنشوفها يا جماعه عندنا منها الوان. الله يبارك لك يا استاذ ماجد، جميل انا عجبني بصراحه قوي. بسم الله ما شاء الله. طب شايفين ده برده الكمام لون مختلف كده او فيها شغل مختلف، والوان برده من ورا. السمايل ده بقى خطير. بصوا مهير من جوه ومن بره سمايل. سمايل ده كله لون واحد اكيد. لونين. خطير ده حلو قوي. ده كده على بنطلون جينز كده والنادي او الدروس تحفه. وده خطير. بصوا عالي ازاي جميل. بالنسبه للبلاطي اه كتير كتير كتير. تمام انا واثقه فيك. اسعار انا عارفه ان انت بتظبطنا. ايه الاسعار لسه ما قلتش اسعار. بس الاسعار عامه قبل ما تشتري من عندي اسالي بره، هتاخدي اقل من بره. خليني بس الفت نظر الناس لحاجه، احنا من بدايه السيزون
من بدايه السيزون الناس بتعرف على اسعار، استاذ ماجد بيبقى مظبط لنا الاسعار. يعني انت القطعه اللي انت بتاخديها من هنا بجنيه بره مش بعيد تلاقيها جنيه ونص و2 جنيه كمان. لو انت لفي ده صح كده، لفي قبل ما تيجي انت هتعرفي فرق السعر فعلا. يعني في عز ما السيزون الاسعار فيه عاليه، استاذ ماجد اسعاره مميزه وبينزل اسعار على اخر الموسم بيصفي الشغل بتاعه، لكن بدايه الموسم معاه اسعاره مميزه. انا بقدر قسما بالله عشان تاتا يعني مش بقول لك حتى نروح، لا انا في اوقات هامش جدا قسما بالله بخسر فيها. اه بس ربنا بيعوض الحمد لله. الحمد لله يعني طبعا. اه الخساره تبقى قريبه بس المكسب على مدى البعيد بحبه. ايوه طبعا. لكن عايز اقول لك انا الفرق بيني وبين الناس اللي انا بعرف اتسوق الحمد لله. عندك ذوق، عندك ذوق انا عارف اتسوق في الشغل بتاعك. يعني انا بصراحه التوقيت عارف اتسوق فيه، انا لو زي الناس انا مش عارف اجيب الاسعار ديت. تمام، برافو انت ناجح في حتتك. الحمد لله الله اكبر، ربنا يديمها نعمه يا رب ويبارك لك في رزقك كده، وان شاء الله من احسن لاحسن لاحسن، وان شاء الله نبارك لك. ها عقبال الدرع الذهبي ان شاء الله. كنت هقولها بس انت سبقتيني. ده احنا ستات كده عندنا الحاسه السادسه والسبعه كمان. الله يبارك فيك يا استاذ ماجد. تسلم، الله يخليك. بجد الفيديو كان مميز جدا وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.